الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة دي هنتكلم على الكومن بيز امبليفاير اند دايركت كابلد مالتي ستيج امبليفاير. مبدئيا الكومن بيز هو النوع الثالث من السمول سيجنال بي جي تي امبليفاير. طبعا من اسمه الكومن بيز يبقى في الانبوت هيبقى هيدخل على الاميتر والاوتبوت هاخده من الكوليكتور ويبقى البيز هيبقى هو الكومن تيرمينال بين الانبوت and output circuit. تعالوا نشوف بقى شكل الدايرة بيز ده على الكومنس دي. لو مثلا ناخد example على طول كده نقول مثلا عندي voltage divider bias اهوت وهنا في emitter وهنا في collector بالمنظر ده كده والاتنين بياخدوا من نفس البايس سبلاي اللي هو قيمته 10 فولت وهنا في عندي 1 كيلو على الاميتر وفي هنا 12 كيلو في الفولتج ديفايدر باي 56 كيلو وهنا البيز بحطه على مكثف بحطه على الجراوند والانبوت بقى داخل على الايه الانبوت داخل على الاميتر بالمنظر ده كده من خلال مكثف ده في انبوت والاوتبوت باخده برضو من مكثف بس من الكوليكتور باخده على حمل وليكن مثلا مقاومه الحمل في الحاله دي قيمتها 10 كيلو. البيتا بتاعة الترانزستور الاي سي اعطيها لي تساوي البيتا دي سي بتساوي قيمة 250 بالمنظر ده كده. الريكوايرد هنا ان احنا نحسب كل البارامترز الخاصة بالامبليفاير سواء كان فولتج جين او كارنت جين او انبوت ريزيستنس او اوتبوت ريزيستنس. طبعا حل المسألة بيتم في مرحلة اولى اللي هي اول حاجه لازم عشان تحل المساله لازم تعمل دي سي اناليسيس فده اللي احنا هنعمله في الاول هنعمل مرحله الدي سي اناليسيس والناس تراجع المحاضرات اللي فاتت لو في عندها مشكله في الدي سي اناليسيس فمبدئيا كده اول خطوه اللي هي الدي سي اناليسيس. رقم واحد في الدي سي اناليسيس قلنا كل الكاباستورز بتاعتك بتبقى اوبن سيركت فطبعا لما احط كل الكاباستورز اوبن سيركت ده مش موجود خالص وبالتالي ده مش موجود فهيبقى عندي الجزء اللي في النص ده بس وده مش موجود والجزء اللي في النص ده هو اللي انا بحله وده زي اي مساله عاديه خالص فولتج ديفايدر فعشان احلها لازم ابدا بحساب الفي 7 والار 7 فالفي 7 عباره عن 10 في 12 مقسومه على 56 بلس 12 والR7 عبارة عن 56 ضارب 12 على 12 بلس 56 فطبعا لازم تبقى already عارف الحدوتة دي تمام اللي هي بعد كده ممكن انت تعمل ايه ممكن انك انت ممكن بعد كده تروح تطبق يبقى الدايرة اصبحت بالشكل ده كده عبارة عن V7 في هنا R7 وهنا في البي جي تي بتاعك بالمنظر ده كده اللي هو 10 فولت وهنا في مقاومة الواحد كيلو وهنا قيمة المقاومة بتاعة الكوليكتور اللي هي 2.2 كيلو. طبعا هنا هبدأ أطبق بقى كي في إلا على الانبوت لوب بالمنظر ده كده على اللوب دي يبقى هطبق أبلاي كي في إل أون الانبوت لوب اللي هي اوريدي مهشره قدامي بالمنظر ده كده يبقى في 7 ناقص اي بيز ممكن اسميه اي اي على بيتا بلس 1 اللي هو الاي بيز في الار 7 ناقص 7/10 ناقص اي اي في 1 يساوي 0 ومن هنا ممكن تحسب قيمه الاي اميتر وتقول ان الاي اميتر ده عباره عن قيمته بتساوي 1.02 ملي امبير 1.02 ملي امبير. هنا ممكن تحسب بقى الـ RE اللي هي الـ AC Emitter Resistance اللي هي هتبقى عبارة عن 25 على الـ 1.02 اللي هي عبارة عن 24 في حدود تطلع في حدود 24.5 أوم.
تمام. يبقى احنا كده عملت الدي سي اناليسيس وحسبت الهدف بتاعي اللي هو قيمه الار اي اللي عباره عن 25 على الاي وطلعت 24.5 اوم. يبقى دلوقتي انا هبدا بقى اعمل المرحله الثانيه اللي هي الدي سي اناليسيس بتاعتي. معلش نبدا نرسم الدايره ثاني. الدايره ثاني بالمنظر ده كده اللي هي عباره عن اللي احنا كنا رسمينها من شويه. تمام. هنا في مكثف وهنا في فولت قيمته 10 فولت وهنا في مقاومه قيمتها 1 وهنا 2.2 وهنا 56 وهنا 22 كيلو طبعا. وفي بقى زي ما اتفقنا في مكثف داخل عليه الانبوت وفي مكثف خارج عليه الاوتبوت بالمنظر ده كده. طبعا الخطوه اللي في حاله دلوقتي في ان احنا بنعمل دي سي اي سي اناليسيس. فعلشان اعمل اي سي اناليسيس لازم اعمل الكونكشن بتاعتي. اول حاجه كل الدي سي سورسز تبقى جراوندد رقم واحد. كل الكاباستورز تبقى شورت سيركت بالمنظر ده كده. فالكاباستور ده شورت سيركت فتبقى النقطه دي جراوند. هيبقى الكاباستور ده شورت سيركت. تمام. هيبقى الكاباستور ده شورت سيركت. هيبقى السورس ده جراوند بلين. نرجع بقى ننظم الدايره. طبعا عندي اول حاجه الاحظها لما اجي انظم الدايره هلاقي الاتي. هلاقي ان النقطه دي جراوند لان اصبحت على الجراوند والنقطه دي جراوند يبقى المقاومه دي كانها مش موجوده. نفس الكلام النقطه دي جراوند والنقطه دي جراوند اكن المقاومه دي مش موجوده. يبقى ممكن بكل بساطه خالص اجي بقى في الدايره اشيل التيرمينالز دي خالص كانها مش موجوده. تمام. وهيتبقى عندي التيرمينال بتاع البيز متوصل بالجراوند بالمنظر ده كده. وعندي هنا الانبوت داخل على الاميتر وهنا في الاوت باخده من الكوليكتور. بس الكوليكتور كان فيه مقاومه هتبقى توازي اللي هي قيمه 2.10 توازي مع ار ال اللي هي قيمتها 10 كيلو. يبقى ده ترتيب الدايره بتاعتك بالمنظر ده كده. قعدنا ترتيب. طيب الخطوه الثانيه كمان ان احنا نبدا بقى هنشيل الترانزستور نفسه ونبدا نحط الايكويفالنت سيركت بتاعته. والايكويفالنت سيركت بتاعته اللي عباره عن كرنت سورس ما بين الاميتر والكوليكتور والبيز بالمنظر ده كده اللي هو اوريدي بالار دي متوصل. وفي عندي ار اي اللي احنا لسه حاسبينها من شويه ما بين الاميتر والبيز. يبقى هيبقى ده الايكويفالنت اي سي سيركت بتاعتي بعد ما حطيت طبعا الار اي لما حسبناها كانت 24.5 اوم بالمنظر ده كده. طيب دلوقتي عايزين بقى نبدا في حسابات الفولتج جين. فالفولتج جين من غير ما افكر هو عباره عن في اوت على في انبوت والفي اوت باخده من الكوليكتور والفي انبوت باخده من الاميتر. يبقى في سي على في اي يبقى معنى جهد النقطه دي. طبعا الكرنت سورس هنا عباره عن بيتا اي بي. يبقى ده عباره عن بيتا اي بي هيمر في المقاومتين دول توازي اللي هم 10 توازي مع 2.2 مقسوم على قيمه الجهد بتاع الاميتر. طبعا الاميتر هو جهد المقاومه اللي هو جهد النقطة دي جهد على المقاومة 1 كيلو هيمر فيها نفس التيار يعني بيتا اي بي في المقاومة اللي اسمها 1 كيلو اللي هي مقاومة الار اي. هنا مقاومة الار سي سمول اللي هي ار سي توازي مع ار ال. يعني انت لو انت عايز تحسب الاي في كستيتمنت ممكن تقول كده انه ار سي توازي مع ار ال مقسوم على قيمة الار كابيتال اي كابيتال. وانت لو حسبت الحدوتة دي تقدر تحسب الجين اللي هو هيطلع في حدود طبعا. في هنا غلطه صغيره بسيطه انه لو احنا بصينا على مقاومه الار اي هتبقى خارجه من النقطه دي للجراوند والنقطه دي في عندي مقاومه ار اي للجراوند. فممكن هنا برضو هتبقى لما ابسط ده كده هلاقي عندي هنا مقاومتين. هيبقى عندي هنا مقاومتين بالمنظر ده كده ار اي توازي مع ار اي سمول بالمنظر ده كده وخارجين من ال النقطة دي هي نقطة الايه؟ نقطة الامتر بالمنظر ده كده. يبقى من الكوليكتور للامتر وده طرف الايه؟ طرف البيس. يبقى معلش الكونسيدر الموضوع ده انه عندك الار اي هيبقى توازي مع ار اي سمول وبالتالي هنا هتبقى الار اي توازي مع ار اي سمول هيبقى 1 كيلو توازي مع 24.5 اوم. فطبعا انت توازي ده هتحله انت وتحسب قيمه ال ار اي سمول اللي هي عباره عن ار اي توازي مع ار كابيتال اي كابيتال. يعني الكلام ده هيطلع 1000
في 24.5 على 1024.1000 زائد 24.5. فلما تحسب الحدوتة دي هتلاقي انه الجين بتاعك قيمته سوى 73.5. يبقى الكلام بتاع عبارة عن RE هيبقى 73.5 ده الفولتج جين. طبعا ممكن تحسب كمان الكرنت جين اللي هو عبارة عن الـ IC على الـ IE, وده عبارة عن بيتا طبعا AC على بيتا AC plus 1 اللي هو تقريبا لو قلنا البيتا بتاعتي بـ 250 فيبقى 250 على 251, يعني تقريبا الكرنت جين تقريبا بواحد. معنى كده انه الكومن بيز ما بيعملش كرنت جين. طبعا لو عايز تحسب الباور جين هو عبارة عن IE في الـ AI في عبارة في الـ EV, يعني تقريبا الباور جين هو نفسه الفولتج جين في الكومن بيز امبليفاير. ندخل بقى على المرحلة الثانية اللي هي حسابات الـ input resistance والـ output resistance للدائرة بتاعتي. فبكل بساطة لو أنا عايز أحسب الـ input resistance أو مقاومة الدخل هي عبارة عن الـ V emitter على الـ I emitter, طبعا الانبوت على الانبوت مش كده, الجهد الداخل على تيار الدخل في انبوت في اي لسه احنا حاسبينه من شويه اللي هو عباره عن بيتا بيتا اي بي مضروب في قيمه التيار اللي هيمر في المقاومات الموجوده على الامتر الار اي توازي مع ار اي مقسومه على قيمه الاي اي امتر وبيتا اي بي برضو تقريبا, فنشيل ده مع ده يطلع ان الار انبوت عباره عن ار اي توازي مع ار اي. طبعا هنا لما احسب التوازي ده هلاقي ان المقاومه دي محصلتها صغيره جدا, يعني مقاومه الار اي تطلع في حدود طبعا ما تاخد مقاومتين توازي مع بعض, مقاومه ال 24.5 توازي مع ال 1000 تقريبا بتقول لل 24 اوم يعني. فمعنى كده ان مقاومه الانبوت ريزيستنس بتاعه الكومن بيز امبليفاير صغيره جدا, وده على فكره يعتبر عيب عباره عن ديس ادفانتجز موجوده في الكومن بيز انه اللو انبوت ريزيستنس, على ان اي امبليفاير بنبقى عايزين انبوت ريزيستنس عاليه, فلما يكون عندي في الكومن بيز الانبوت ريزيستنس صغيره فده يعتبر بالنسبه لي عيب. طيب بالنسبه للاوتبوت ريزيستنس هي عباره عن في سي على اي سي زي ما اتفقنا, الجهد الخارج على التيار الخارج, وده عباره عن زي ما اتفقنا بيتا اي بي وفي سي في الار سي توازي مع ار ال مقسومه على الاي بي بيتا اي بي برضو, فالكلام ده يساوي ار سي توازي مع الـ RL, وطبعا الـ RC عبارة عن 2.2 توازي مع الـ 10 كيلو, فهو ده قيمة الـ Output Resistance بتاعتك. زي ما احنا شايفين. طيب طبعا احنا كده حسبنا الـ AB والـ AI والـ AB والـ R Input والـ R Output في الدايرة, وأتمنى تكونوا فهمتوا الـ Common Base Amplifier. الجزء الثاني بقى من المحاضرة هو عبارة عن الـ Direct Coupled Multistage Amplifier. احنا اتفقنا أخدنا إنه في Multistage يعني بنحط مراحل من Small Signal ورا بعضها, فلو احنا حطينا المراحل دي عملنا Coupling أو ربطنا بينهم باستخدام Coupling Capacitor فده بيسموه Capacitively Coupled, لكن ممكن إن أنا أربط بينهم مباشرة من غير كاباستور في الحالة دي بنسميه دايركت كابلد. طيب ممكن برضو ناخد اكزامبل على طول, لو انا مثلا عندي دايرة بالمنظر ده كده, لو انا عندي دايرة بالمنظر ده كده عبارة عن مقاومة على الامتر قيمتها 4.7 كيلو, هنا 2.2 كيلو, وهنا في مقاومتين اللي هم عبارة عن مقاومتين موجودين توازي على اللي هي 100 كيلو 122 اللي هو عبارة عن 100 كيلو هنا و 100 كيلو وهنا 22 كيلو, وفي هنا current source قيمته 12 فولت, وبعد كده في دايركت كابل ده على طول من هنا لترانزستور تاني, ترانزستور تاني على الإميتر بتاعته فيه 10 كيلو أوم, وبعد كده في مقاومة على الكوليكتور قيمتها 10 كيلو, وبعد كده في هنا 12 فولت بالمنظر ده, وهنا البيتا ب 125 سواء كان AC أو DC. ده بيسموه دايركت كابل, لأن الخارج بتاعي دخل على طول على
البيز بتاع الاميتر الثاني. طب طريقه الحل في الحاله دي، طبعا لما اعمل دي سي اناليسيس هو الحل بتاع الاي سي ما فيش فيه مشكله، لكن المشكله في الدي سي اناليسيس. في حاله الدي سي اناليسيس طبعا انت الخطوه الاولانيه بتحل مشكله السيفنن هنا، فبتحسب في سيفنن وبتحسب ار سيفنن اللي هم عباره عن ال 12 في ال 22 مقسومه على 122، وهنا بتحسب ال 100 ضارب 22 مقسومه على 122، فبتحسب الار سيفن وفي سيفن. وبالتالي المرحله دي ممكن بنبسطها ونبدا نشيل المقاومتين دول كده ونبدا نحط مكانهم الار 7 بالمنظر ده كده والفي 7 بالمنظر ده كده، تمام. وبنحل عادي، اول حاجه بنحلها ان احنا بنعمل كي في ال على الانبوت لوب اللي هي دي، فيبقى عندك هنا الفي 7 ناقص الار 7 مضروبه في الاي اميتر بتاع الاميتر او الكيو 1 الاولاني مقسوم على بيتا 1، والبيتا 1 هنا بيتا زي بيتا 1 دي 126، هنا البيتات زي بعضها ايدنتيكال ترانزستور، يعني ده كيو 1 وكيو 2 والاثنين ليهم نفس البيتا وبتساوي 125 ناقص ال 7 من 10 ناقص ال 4 و7 من 10 على اللي هي قيمة الـ RE في الـ IE بيساوي صفر. من هنا تقدر تحسب الـ IE واحد، فهنا أول مرحلة عندك مفيش فيها مشكلة تحسب فيها الـ IE واحد، أتمنى تحسبوها. بعد كده بتبدأ المرحلة التانية بقى، هنعمل كيفي إلا على اللوب دي. طبعا الـ IE واحد دي عشان تحسب منها الـ RE واحد، بالتالي بتحسب الـ RE واحد 25 على الـ IE واحد. فالـ AC Analysis اللي احنا عملناه في المرحلة الأولانية دهيت الهدف منه حساب الـ RE واحد قدرنا نجيبها. الخطوه الثانيه بقى بنعمل كي في ال على الانبوت لوب الثانيه ده، تمام. هتبقى الكي في ال بتاعتي عباره عن ايه؟ عباره عن 12 ناقص 2 و2 من 10. طبعا انا دلوقتي عايز اجيب التيار اللي هيمر هنا، فلو بصيت كده التيار اللي بيمر هنا عباره عن ايه؟ هو عباره عن تيار الاي بيز 2 وعباره عن تيار الاي سي 1، فعباره عن التيار ده عباره عن مجموع الاي سي 1 زائد اي بيز 2 وبعدين ناقص ال 7 من 10. انا بمشي على اللوب دي كده اهو زي ما ماشيه كده، ناقص ال 7 من 10 ناقص ال 10 اي 2 يساوي صفر. طبعا الاي بي 2 ده هي ممكن اشيلها واحط مكانها اي 2 مقسومه على 126 برضو اللي هي بيتا زائد 1. والاي بقى الاي سي 1، طب ما الاي سي 1 على طول هو عباره عن الفا اي 1، وانا جبت اي 1 اصلا، والفا عباره عن ايه؟ عباره عن 125 على 126 بيتا على بيتا زائد 1 في اي 1. فاوريدي انا كده جبت الاي سي 1، يبقى اصبح هنا في قيمه، هنا هيبقى في مجهول اسمه اي 2 وهنا في مجهول اسمه اي 2. هبسط المعادله هقدر احسب الاي 2 من المعادله دي، وبالتالي هقدر احسب اللي هي الار 2 اللي عباره عن 25 على الاي 2. يبقى دلوقتي مرحله الدي سي اناليسيس في المساله بتتم كالاتي. طبعا في مرحله دي في الكاباسيتي في الكابل كنت بحل كل ستيج لوحدها، هنا لا بحل المرحلتين مع بعض، بس بحل الانبوت لوب الاول اجيب منها الاي اي 1، وبعد كده بستغل واحسب الاي سي 1، وبعد كده بحل الكي في ال على الانبوت لوب الثانيه اقدر احسب الاي اي 2. وبالتالي يبقى انا استفدت كده من الدي سي اناليسيس، حسبت ار اي 1 وحسبت ار اي 2. دلوقتي هنبدا بقى طبعا في مرحله الاي سي اناليسيس. تعال نشوف، طبعا تحاول تحل انت مساله بالارقام، فبعد كده هنبدا بقى مرحله الاي سي اناليسيس. فالاي سي اناليسيس المفروض تبقى برضو بالنسبه لك تبقى سهله، لان انت عارف خطوات الاي سي اناليسيس هي ايه، خاصة وانت بتتعامل مع انواع امبليفاير كومن اميتر. طيب دلوقتي احنا هنبدا مرحلة الاي سي اناليسيس. اول خطوة في الاي سي اناليسيس زي ما اتفقنا انك انت بتاخد كل السورسز دي بتتحول، طبعا بنرجع المسألة هنا لاصلها، تمام. طبعا بترجع السيفنين تاني لاصله كده اللي هو عبارة عن المقاومتين اللي انت كنت حاططهم اللي هم ال 100 كيلو ده و22، ده مهم جدا عشان تبسيط الحل. بعد كده طبعا كل السورسز دي بتبقى جراوند بالمنظر ده كده، طبعا مفيش كاباستر تبقى شورت سيركت، كل السورس هتبقى جراوند بالمنظر ده كده. كل الحكايه ترجع تعيد تعيد الدايره تاني، فلما تظبط كل ده جراوند معنى كده انه المقاومه دي ال 22 من 10 هتبقى موجوده هنا كده 2 و2 من 10، وهنا هيبقى ال 100 موجوده هنا كده بالمنظر ده كده 100 توازي مع الايه المقاومه اللي هي 22 اللي هي موجوده هنا تحتين، يبقى دي اكنها 100 توازي مع 22 كيلو، 100 توازي مع 22 كيلو. طبعا هنا الانبوت داخل هنا ده الفي انبوت بتاعي، الفي اوت بتاعي باخده من هنا المقاومه 10 كيلو، وال 10 كيلو دهيت طبعا هتبقى في الارضي، فانا ممكن اشيل دي كده خالص واحط هنا بكل بساطه هنا مقاومه هي قيمتها 10 كيلو بالمنظر ده كده.
طبعا ممكن اشيل الخطوط الزياده دي كده وابدا اقول ايه حل المساله. طبعا انت عايز تحسب الاي في، عشان تحسب الاي في اتفقنا هو عباره عن اي في 1، لان عندي 2 ستيجز اي في 1 في اي في 2، ودايما بنبدا بحساب الاي في 2. فالاي في 2 بكام؟ الاي في 2 هو عباره عن كومن اميتر ستيج زي ما احنا شايفين كده، هو عباره عن الاوتبوت على الانبوت، والاوتبوت على الانبوت هنا طبعا لما اشيل الترانزستور ده هشيل الاميتر ده احط مكانه ار 2 احط هنا كارنت سورس قيمته بيتا اي بي، ده الايكويفالنت سيركت بتاع الترانزستور المقاومه من البيز الاميتر اسمها ار 2، وهنا في بيتا اي بي ده بتاع الايه الترانزستور او اي 2. طب الاوتبوت هنا عباره عن ايه بقى؟ في سي، في سي على في بي، صح كده؟ الفي سي على في بي، في سي عباره عن المقاومات الموجوده على الفي سي اللي هي 10 كيلو تمام، مقسومه على المقاومات الموجوده على البيز اللي هي في الحاله دي عباره عن ايه؟ عباره عن مقاومه الاميتر 10 كيلو زائد مقاومه الار 2، دي محصله المقاومات الموجوده على الاميتر زي ما احنا شايفين. يبقى كده حساب والار 2 تعرفها، فانت اوريدي طبعا بس هتحطها بالكيلو، فاوريدي انت حسبت الاي في 2. طيب الاي في 1 عباره عن ايه؟ الاي في 1 عشان نجيب الاي في 1، واحنا اتكلمنا على الموضوع ده قبل كده، عشان اقدر اجيب الاي في 1 لازم اجيب الحمل الموجود على الكوليكتور. طبعا هشيل ده واحط مكانه برضه كارنت سورس، واشيل ده واحط مكانه ار اي 1 تمام، بس عشان اجيب الحمل لازم اجيب الانبوت ريزيستنس، الانبوت ريزيستنس بتاعت الستيج نمبر 2. راجع المحاضره اللي قبلها، لما بخرج من الستيج نمبر 2 بحسب الفولتج جين وبحسب كمان الانبوت ريزيستنس بتاعتي. فالانبوت ريزيستنس بتاعتي بكل بساطه عباره عن ايه؟ عباره عن بيتا في ار اي زائد ار كابيتال اي، ار اي بكام؟ 10 كيلو، والار اي ار 2، يبقى ده عباره عن الايه؟ عباره عن الار انبوت. والبيتا طبعا قلنا زي ما اتفقنا ب 125، فانت اوريدي تقدر تحسب بكل بساطه البيتا بتاع الار انبوت بتاعتك بكام. الار انبوت دي بالنسبه لي ممكن اشيل بقى الاستيج دي كلها، ممكن اشيل الاستيج دي كلها طالما حسبت كل انا حاجه عايزاها تمام. وهيبقى الترانزستور اللي هو الثاني ده هو عليه مقاومه 2.2 من 10 كيلو معاه توازي قيمه الار انبوت بتاعه الترانزستيج اللي انا مسحتها، اللي هي بتساوي زي ما اتفقنا 125 في ار 2 زائد ال 10. بعد كده عايز احسب الاي في 1 بنفس الطريقه، المقاومات محصله المقاومات الموجوده على الكوليكتور عباره عن 2.2 من 10 توازي مع الار انبوت اللي انا حسبتها على مجموعه المقاومات الموجوده على البيز هنا، ده طرف البيز. فالمقاومات الموجوده على البيز هي عباره عن ار اي 1 زائد 4.7 من 10 كيلو، يبقى ده اسمه الاي في 1 اللي هو عايزه. بكده يبقى احنا حسبنا الاي في 1 والاي في 2، يبقى كده الاي في توتال عباره عن اي في 1 في اي في 2.